سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة ونبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال يهنئه فيها بحلول عيد الفطر المبارك. الوزير الأول يكلف أعضاء الحكومة بالعمل على تعبئة كافة قدرات الإنتاج لصناعة الأقنعة الورقية، وذلك خلال ترأسه اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد. ١٦٥ حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و222 حالة شفاء و7 وفيات رحمهم الله. وفي النشرة ننقل صور الفهد الصحراوي النادر بحظيرة الأهجار بعد رصده من قبل الفرق العلمية. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال، بلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك، وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا وما تقدمه من مساعدات للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، كما وعد بزيارته عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة. وبدوره شكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أخاه الرئيس اليمين زروال على مكالمته، وبدله تهاني العيد وتمنياته له ولعائلته بالصحة والهناء، وجدد له بالغ الاحترام والتقدير اللذين يكنهما له، معبرا عن مشاعر الصداقة والأخوة الجامعة بينهما منذ زمن بعيد حسب بيان لرئاسة الجمهورية. ترأس اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الشباب والرياضة، وكذا الاستماع إلى عرض لوزير الطاقة. كما كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بالعمل على الاستمرار في تكثيف وتعبئة كافة قدرات الإنتاج لصناعة الأقنعة الواقية والتحسيس بأهمية استعمالها. المتابعة لإلهام عشير. مجلس الحكومة استمع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء لجان المصالحة يهدف إلى التكفل بالمخالفات الجمركية التي يمكن تسويتها عن طريق المصالحة الودية. كما استمعت الحكومة إلى عرضين لوزير الشباب والرياضة، الأول حول مشروع مرسوم تنفيذي لإحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران، فيما يحدد العرض الثاني الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية المفتوحة للجمهور. من جهة أخرى، قدم وزير الطاقة في هذا الاجتماع مشروعا حول إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، يسمح لنا هذا المشروع بالتموقع في السوق الدولية من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي. ومع استمرار انتشار جائحة كورونا، كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بالعمل على تكثيف وتعبئة كافة قدرات الإنتاج العمومية والخاصة التي يمكن توجيهها لصناعة الأقنعة الواقية، مع تكليف ولاة الجمهورية بوضع الأجهزة التنظيمية لصنع الأقنعة وتوزيعها على المواطنين بالتنسيق مع الفاعلين بالمجتمع المدني، إلى جانب إطلاق حملة وطنية تحسيسية لشرح ضرورة ارتداء الكمامات في الفضاء العمومي وتجنيد كافة وسائل الاتصال من أجل حمل المواطنين على استعمال الكمامات واحترام مسافة التباعد للحد من خطر الفيروس. هذا وقررت الحكومة في اجتماعها اليوم إلزام المواطنين على وضع الكمامات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، وهذا للحد من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد، حيث سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم إلى عقوبات قانونية. ويأتي هذا الإجراء الذي يدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا نظرا لما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاقي. وفي هذا الصدد، فإنه
يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وستوضع في متناول المواطنين إمكانيات للحصول على الكمامات على نطاق واسع، حيث تتكفل بعملية التوزيع على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف في جمعياته. وقد عبرت الحكومة عن ثقتها المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني عيسى بالأخضر، أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عن انطلاق حملة تحسيسية حول استعمال الأقنعة الوقية، كما تم الإعلان عن حملة توعوية حول الالتزام باستعمال الكمامات. صبرنا سالم. توزيع عشرات الآلاف من الكمامات على العائلات المعوزة ضمن حملة وطنية يعد إحدى رهانات الدولة لمحاصرة فيروس كوفيد-19. من خلال كل المعطيات بأن الرهان الآن بقي على المواطن، كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته، والمسؤولية بسيطة، يعني أن نوفر شروط وقائية. الدولة تدعم، المؤسسات كلها تنسق على مستوى الولايات، على مستوى المنظمات، خاصة وزارة التضامن ووزارة التكوين المهني. التحسيس بضرورة إجبارية ارتداء الكمامة ضمن أولويات التنسيق القائم بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين المنتجة لها ووزارة التضامن المشرفة على إيصالها إلى مستحقيها. نريد أن نتجاوز هذا الوباء، نريد أن نرجع لمؤسساتنا، نريد أن نرجع لعملنا كقطاع، أن نتعاون مع القطاعات الأخرى من أجل التضامن للتغلب على هذا الفيروس. انطلاق حملة وطنية تحسيسية عن طريق هذا الخلايا وهم الأطباء من أجل أن نروحوا لهذا العوائل المعوزة. هدفنا هو تحسيسهم دائما من أجل المحافظة على إجراءات الوقاية، ومن جهة أخرى توزيع كمامات على هذه العوائل. جهود كبيرة تبذل، إلا أن التغلب على هذه الأزمة يفرض مرافقة دائمة للمجتمع المدني. في مستجدات الوضع الصحي ببلادنا، عقد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار ندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. ال 165 حالة جديدة، يصبح العدد الإجمالي 7542 حالة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 17 حالة لكل 100,000 نسمة. وكمؤشر إيجابي نلاحظ أيضا أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية. تم راست لم تسجل أي حالة منذ 3 أسابيع، أما مستغانم وسعيدة لم تسجل أي حالة منذ أسبوع. مؤشر انتشار المرض يقدر حاليا ب 1.1، والهدف تقليصه ليصبح أقل من 1 بفضل التزامات بالتدابير الوقائية الأساسية والمتابعة الصارمة لأقارب المرضى، أي للسوجي كونتاكت. فيما يخص الوفيات، تم تسجيل 7 وفيات جديدة رحمهم الله، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 568. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، عددها 12,935، وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والحالات المحتملة حسب تحليل الأشعة وسكانير. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددها 3,968، منها 222 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء، حاليا 31 مريض متواجدون في العناية المركزة. في مبادرة هي الأولى من نوعها، تمكنت جمعية نجدة بالتعاون مع مجموعة أطباء من اقتناء جهاز يضمن تشخيص 2000 حالة يوميا. المزيد مع تغطية إسماعيل بن قيدية وقراءة طارق حاجي.
اقتناء جهاز لتشخيص فيروس كوفيد 19 ومنحه للمستشفى الجامعي بقسنطينة مبادرة تجسدت من خلال مجموعة أطباء وجمعية النجدة التي تعاونت مع مواطنين تجاوبوا مع نداء أطلق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. هذه المبادرة تحققت بفضل تكافل جهود المتبرعين الذين قدموا لنا الدعم وداروا فينا ثقة وعاونونا بالشيء اللي ينجموا عليهم به اللي ينجموا عليه به وصلنا لليوم هذا. الآن الحلم أصبح حقيقة، الجهاز متواجد الآن بين أيدينا وفي مختبرات المستشفى. الجهاز المقتنى وضع في الخدمة بمختبر متواجد بالمدرسة العليا للبيوتكنولوجيا بجامعة قسنطينة 3 في انتظار تهيئة مختبر بالمستشفى الجامعي. هو مكسب كبير، علاه؟ على خاطر مثلنا البي سي ار دركا ولات حاجة عامة في المخابر العالمية كاملين. اليوم حضرنا لمثال نتاع التواصل مع أطراف متعددة، المجتمع المدني، الجامعة والقطاع الصحي للعمل سويا في اقتناء أولا معدات علمية ذات جودة معروفة عالميا ولها صلة بكل مجهود اللي راح تبذله الآن الدولة والمجتمع كافة في إطار احتواء هذه الجانحة. الجهاز يسمح بإجراء تحاليل أخرى معقدة بعد الانتهاء من وباء كورونا. برلمانيا، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين اليوم بعد استشارة أعضاء مكتب المجلس وبعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة المالية والميزانية أثناء دراسة أحكام مشروع قانون المالية التكميلي وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي أكدته الحكومة عند إيداعها لمشروع القانون أنه تم تعديل الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني والمتعلقة بالمناقشة العامة والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلية، وتقرر تقديم عقد جلسة المناقشة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 مايو 2020 على أن يخصص يوم الأحد 31 مايو 2020 للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. تضمنت مسودة والمشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي طرحت للمناقشة والإثراء عدة مقترحات، منها إدراج ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد. يقول وليد زروق. يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وفي نصوصه القانونية على إدراج ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته. فنجد من بين مؤسسات الرقابة التي حددتها مسودة الدستور مجلس المحاسبة والذي ارتأت فيه لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله تعزيزا لدوره الرقابي. فهو هيئة رقابية عليا على الممتلكات والأموال العمومية، كما يساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال وإيداع الحسابات. ومن بين الأحكام المقترحة في هذا الباب دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية التي تضمن شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة. ومن بين تخصصاتها منع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، كما تتلقى التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل من يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب محلي أو وطني مع معاقبة استغلال النفوذ. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سلطة تتولى مهمة تحضير تنظيم وتسيير مجمل العمليات الانتخابية مع الإشراف عليها، وذلك في شفافية وحياد وعدم تحيز، فهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. تتشكل هذه السلطة من أساتذة جامعيين
وقضاة ومن كفاءات وطنية وشخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن الجالية بالخارج. كما لها تمثيلات على مستوى الولايات والبلديات، وكذا لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية. رئيس هذه السلطة الوطنية المستقلة منتخب من طرف نظرائه بأغلبية الأصوات، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء السلطة لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وبهذا نختم الباب الرابع من مسودة تعديل الدستور، والتي تبقى وثيقة مقترحة للمناقشة والإثراء قابلة للإضافة أو الحذف. قامت اليوم وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بزيارة لمصلحة طب أورام الأطفال بمستشفى مصطفى باشا. هذه الالتفاتة تندرج في إطار التضامن مع براعم أرغمتهم ظروفهم الصحية على البقاء في المستشفى خلال أيام العيد. الوزيرة وزعت 10,000 كمامة على الأطفال المصابين بالسرطان. وأعز فئة لقلوب الجميع مش هي هي فئة الأطفال، ومش أي أطفال، هذو فريدات أكبادنا اليوم يعاني. إحنا اليوم باش نقولوا أنا متضامنين معاهم، أنا واقفين معاهم، أنتم مستقبل الجزائر. إحنا جايين نقولوا إذا بغينا نغرسوا حاجة وثقافة ومدوها للمجتمع تمشي للمجتمع، لازم نبداو بها بولادنا الصغار ونربيوها في ولادنا الصغار. إحنا جبنا لهم 10,000 كمامة. الكمامة هذه مش كمامة عادية كما نرتبها إحنايا، هي عبارة عن كمامات بألوان زاهية، بألوان برسومات وبرسومات وأشكال باهية. علاه؟ باش تمد لهم الفرحة، باش تعطيهم الأمل. نتمنى الشفاء لجميع المرضى. تحت شعار افرح في دارك، بادر أهل الخير والإحسان بجمع كسوة العيد على مستوى مسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة ليتم توزيعها عشية عيد الفطر المبارك على مستحقيها. أمين شقبقب. رغم غلق أبوابه بسبب الكورونا، إلا أن دور المسجد لا زال قائما من خلال مساهمات فعالة في العمليات الخيرية ومساعدة المحتاجين. هذه العملية هي ضمن سلسلة عمليات خيرية تضامنية في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا، صلى الله عليه وسلم يرفع عنا البلاء، قام بها مسجد عمر بن الخطاب بلدية سيدي محمد بالاشتراك مع المحسنين وأهل الخير. شملت عدة مشاريع، منها قفة رمضان، منها الحملة الطبية، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أطلقنا حملة جديدة وهي أفرح في دارك. عمليات توزيع الإعانات تتم بالتنسيق مع عدة مساجد وجمعيات خيرية لتصل بعدها إلى المحتاجين. دعونا لأن نستفيد من هذه الإعانات التي جمعت كألبسة وثياب للكبار والصغار. احنا نأخذها من مسجد عمر بن الخطاب، نحتفظ بها في مسجد صلاح الدين الأيوبيين، نجعل هناك قوائم ونوزعها على الأناس المعوزين. موازاة مع هذه العملية مساعدات غذائية ينتظر تسليمها إلى مناطق الدل. هي مبادرة تترجم الدور الفعلي للمسجد وتبرز روح التضامن بين أبناء الوطن الواحد. تطبيقا لبرنامجه التوعوي الجواري وبالتعاون مع محافظة الغابات، قام الصندوق الجهوي لتعاون فلاحي لبسكرة بتوزيع مستلزمات التعقيم والوقاية من وباء كورونا، وهذا مرافقة للفلاحين في المناطق النائية في هذه الظروف الصعبة. عيسى طروب. فرضت الظروف الوبائية الحالية ضرورة التدخل من أجل التحسيس وتقديم الوسائل اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وتطهير المحيط المعيش. يتقدمون مساعدة لكي نكافح هذا الوباء في مزارعنا، وجابونا ألبسة وآلات تطهير. الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لولاية بسكرة وتعاونا مع مصالح محافظة الغابات قام بتصدير برنامج جواري لتوعية الفلاحين ومدهم بوسائل الوقاية من هذا الوباء. اليوم رانا في بلدية لوطايا من أجل تكملة البرنامج الذي قمنا به، وذلك بتسليم وسائل الوقاية والحماية من فيروس الكورونا. هذه المبادرة تدخل في إطار المهام التي يضطلع بها التعاون الفلاحي
التي ترتكز أساسا على العمل الجواري والمرافقة. تدخل هذه المبادرات والخرجات في إطار الدعم المسطر لمرافقة الفلاحين في هذه الظروف. أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 41/400 هجري يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذلك كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة. وأضاف بيان المديرية أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد أنه تم تسبيق صب المعاشات يوم 21 مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ستفتتح مراكز البريد بصفة استثنائية يوم الجمعة 22 مايو 2020 صباحا. كما سيرافق موظفو الصندوق الوطني للتقاعد أمهاتنا وأباءنا بمراكز البريد لتسهيل عملية سحب معاشاتهم. هذا ويمكن للمتقاعدين سحب معاشات عن طريق الوكالة بصفة استثنائية وفق شروط محددة. مواصلة لبرامجي الدولة الرامية للقضاء على أزمة السكن، استفادت 1000 عائلة بكل من بلديتي صبرا وتلمسان من سكنات عمومية إيجارية. المتابعة لمحمد سلمي. بوداع الشهر الفضل تودع 1000 عائلة بكل من منطقتي صبرا وتلمسان معاناتها مع أزمة السكن. راني بالك في 17 عام ولا 18 عام عندي الولد مولا 18 عام، وراني كما نقولوا دا في قزدير، راني شحال من عام في الكودية ساكنة في الكودية. حد ديزون سكننا في سكن الهش، الحمد لله ربي فرج علينا، كانوا معنا بإجراءات قانونية اللجنة تاع السكنة مصلحة البلدية وهذه، ومنا ورئيس البلدية وقف معنا والحمد لله، أعضاء وقفوا معنا والحمد لله، والله ينصر خويا الجزائر، الله ينصر بلادنا إن شاء الله. عشنا مأساة في بناء الهش والحمد لله، وقفوا معنا السلطات وقفت معنا لوبي جي، الحمد لله نطلبوا الله يحفظهم ويسترهم، الحمد لله اللي ربي فرج علينا. هذه السكنات التي وفرت كل ظروف الراحة لقاطنها تضاف إلى عمليات الإسكان الثلاث التي سبقتها بولاية تلمسان. هناك رزنامة إلى غاية آخر سنة، رزنامة معدة ونحن صاهرون على تجسيدها، ستشمل عدة بلديات وسيفوق العدد الذي سيوزعها خلال هذه السنة، والتي ستسلم مفاتيح شققها ل مستحقيها أكثر من 3000 سكن إلى غاية آخر السنة الجارية. وخلال الأفق القريب سيشرع في توزيع ما يزيد عن 400 وحدة سكنية بكل من سبدو أولاد الميمون. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرجبج مختار، أوقفت 26 شخصا وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع و4 شاحنات محملة بقرابة 115 طنا من المواد الغذائية و1000 و600 لتر من الوقود، بالإضافة إلى أزيد من 65,000 وحدة من مواد التنظيف المواجهة للتهريب. وبوهران ضبط حراس السواحل أزيد من 95 كيلوغراما من الكيف المعالج، وأحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي صنعاء. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبومرداس، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لبودواو من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزويرها وإعادة بيعها. هذه الشبكة تنشط عبر إقليم الولايات بومرداس، الجزائر، البوليدة، المدية، المسيلة، تيزي وزو وسطيف. بعد تكثيف تحريات تم تحديد مكان نشاط أفراد الشبكة مع وضع خطة محكمة لإلقاء القبض عليهم، حيث أسفرت العملية على توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 8 أشخاص
مع استرجاع 8 مركبات من مختلف الأنواع. الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور إنهاء التحقيق. في النشاط الأمني، عرض مراقب الشرطة محمد بتاش رئيس أمن ولاية الجزائر حصيلة نشاطات الأمن الوطني خلال شهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأمن العمومية. عكفت مصالحنا بالتنسيق مع المصالح المختصة لأجل محاربة المضاربين والتجار المخلين بمواقيت النشاط، وانسحب الأمر على المواطنين من مخترقي حظر التجول أو التجوال الصحي، وهذا من خلال أولاً التجار المخالفين 529 الأشخاص مخترقي حظر التجول 14,092، سواق المركبات مخترقي حظر التجوال 626، سواق الدراجات النارية مخترقي حظر التجول 178. كما عطفت مصالحنا جملة ما يقع عليها من صميم مهامها بمبادرات تكميلية المندرجة في خانة التوقي والاحتراز الصحي من استشراء الوباء الفيروسي المستجد وتقويض رقعته، وهذا من خلال المشاركة في عملية التطهير وتنشيط عمليات تحسيسية لفائدة الساكنة. أشرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي مع مجموعة من الشباب من مختلف ربوع الوطن ومن الجالية الجزائرية بالخارج على إطلاق المنتدى الرقمي للشباب الجزائري. المنتدى الذي جاء تحت شعار مبادرات شابة ينعقد لأول مرة في الجزائر كفضاء للحوار والتشاور حول قضايا الشباب، منها التكوين والتشغيل والمقاولاتية. إثر التخريب العمدي الذي تعرضت له الجدارية الفنية بالملعب الجواري لبلدية الجزائر الوسطى، وقف اليوم كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادا على الأضرار التي مست هذه اللوحة الفنية، مبديا استياءه من تصرفات كهذه. نحن أمام جريمة نكرة في حق الفن، في حق الإبداع، في حق الأشخاص الذين ساهموا بقدر كبير في تزيين حي شعبي في قلب العاصمة، واليوم نشاهد تخريب لهذا المعلم الذي أضفى الكثير من الجمال لهذا الحي القديم. هذه سابقة ولا يمكن السكوت عنها، لا يمكن أيضا التنازل في الحق الثقافة، حق في الثقافة اللي هو حق دستوري مضمون لكل مواطن، ولا أيضا التنازل في الحرية، حرية التعبير الفني الذي هو أيضا حق مثمن دستوري. إلى تمرست، حيث تم مؤخرا رصد الفهد الصحراوي بالأهجار، وهي النتيجة التي توصل إليها فريق علمي متكون من إطارات المديريات الوطنية لمشروع الحظائر الثقافية وإطارات الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهجار. المتابعة لنسمة يعقوبي. هي صور التقطتها عدسة كاميرا الفريق العلمي المتكون من باحثين وإطارات بمنطقة أتاكور بقلب الحظيرة الثقافية، صور رصدت الفهد الصحراوي ولأول مرة بعد 15 سنة بموجب بروتوكول علمي لمتابعة الأصناف الحيوانية. مجرد جانا بلاغ من المديرية الفرعية بإدلس أنه كانوا بدوا الرحل، تقصوا الأثر نتاع الفهد بهذه المنطقة، وهذه العملية ما فاتتش شهر، أعطت نتائج باهرة مبهرة. الخطر كنصبنا هذه الكاميرات، مجرد ما نصبناهم حوالي كما قلت لك شهر صوروا الفهد. الفهد الصحراوي يظهر هنا بالحظيرة الثقافية للأهجار بعد 15 سنة من آخر رصد له، إلى جانب رصد حيوانات أخرى مهددة بالانقراض. الفهد هو حيوان مهدد بالانقراض، هذا هو الشيء اللي خلى الابحاث تكون عليه نوعا ما مركزه، لكن كاينين حيوانات اخرى مهدده بالانقراض، نذكروا على سبيل المثال لا الحصر الاروي، نذكروا الغزال دوركاس، نذكروا الثعلب،
نتذكروا الفنك، نتذكروا القنفود، نتذكروا الضربان، نتذكروا حيوان الوبر، نتذكروا الراتل وما إلى ذلك. هي من السلالات التي باتت اليوم تعيش بأعداد قليلة، ومن ثم جهود مكثفة من أجل حماية هذه الثروة الحيوانية. وبجمال صحرائنا الشاسعة نصل إلى ختام هذه النشرة. صحفتكم وإلى اللقاء.